بداتي جبت لكم صباغة طبيعية جد رائعة في تلوين الشعر، في تقوية تكثيف الشعر، منع تساقط الشعر، بالإضافة لتغطية الشيب. صباغة طبيعية من أول استعمال للبنات اللي شعرهم طبيعي، جد رائعة هاد الصباغة. هذه مكوناتها موجودة في كل بيت. غادي تبعوا معايا لا فيديو من الأول حتى الآخر باش هكا تفهموا جميع، تعرفوا جميع النصائح اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو إن شاء الله. باش ما نطولش عليكم، لأول مرة كيشارك في قناتي يشارك فيها ويفعل الجرس. والبنات اللي معايا مش حال هذه، شكرا لكم كبداتي، شكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينة. ونبداو على بركة الله. وأول مكون عندي هنا اللي هو القهوة العادية أو القهوة المطحونة أو البن، قهوة بدون إضافات. خديت هنا 2 معالق ديال القهوة. بطبيعة الحال غادي نضيفو شاي ليبتون، الا ما توفرش لك شاي ليبتون ممكن تضيفي الشاي الاخضر عادي، الشاي يعني اتاي اللي كنشربوه في الدار، يمكن لك تضيفي ملعقه ديال الشاي الاخضر او لاكيس من ليبتون. عندي المكون الثالث اللي هو كذلك مكون رائع في تغطيه الشيب، البنات كيغطي لنا الشيب مع المداومه. بطبيعه الحال انا كنديرو بخاخ دغيا، حركه دغيا كيتسالى ليا لاني كنديرو بخاخ وكنبقى كنرشو على شعري واخا ما نغسلوش عادي. هنايا خديت تقريبا حفينه ديال الميراميه او السالميه. الميراميه البنات راها كتغطي الشيب وكتعالج لينا الشيب، اذا بقيتو كديروها دائما راه غادي تخلصكم من الشيب البنات. بطبيعة الحال كنضيفو مكون آخر اللي هو كذلك جد رائع البنات، غادي نشاركو معاكم اللي هو الحلبة. ماشي تشوفوا الحلبة وتخلعوها البنات، الحلبة راه ما كتبقى لا ريحة لا والو، ولكن راها كتقوي الشعر بواحد الطريقة اللي عجيبة، أقسم بالله العلي العظيم. واخا يكون شعرك خفيف غادي تقوى لك مع هاد الحلبة، والحلبة راها كيديروها الهنود وراكم عارفين الشعر الهنود كيفاش داير. خديت ملعقه صغيره ديال الحلبه، اللي ما بغاتهاش تقدر تصغن عليها، انا غنديرها بطبيعه الحال لانها كتعجبني بزاف. كنديرها حتى مع السيدر البنات، مع البصله والسيدر والثوم، حتى هي كنديرها شعري واعره بزاف، راني شاركتها معكم. هنايا غادي نضيف كاس كبير ديال الماء، صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو مع بعضياتهم جيدا. وكندير الخليط ديالي او الكاسرول ديالي على نار مهيله. ملي كيوصل مرحله الغليان كنحسبو 10 ديال الدقائق البنات، 10 دقائق وهو كيغلي صافي، وكنحطوه جانبا وكنكملو باقي المكونات ان شاء الله. هنايا من بعد ما خليتو 10 ديال الدقائق صافي غادي نصفيوه بطبيعه الحال باش نضيفو باقي المكونات. انا هنا صفيت الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا، ولكن غنعاود نرجعو الكاسرول حيت غادي نعاود ندير معاه اضافات اخرى باش نحصل على شكل كريمي. مهم تبعوا معايا لا فيديو لان كاينين شي نصائح اللي ما كتسمعوهمش، كنلقى بزاف ديال التعاليق ديال البنات كتجي كتكتب المكونات باش البنت ما تفرش في الفيديو وتفهم وتعرف بزاف ديال الحوايج انا اللي ذاكراهم في الفيديو، كتجي غير كتكتب داكشي وكدوز. مهم انا هنا عاود حطيت الخليط ديالي في كاسرول باش نعاود نرجعو على النار، ولكن قبل غادي نضيف له الكاكاو المر البنات، الكاكاو المر بدون اضافات، يعني الكاكاو العادي المر. غادي ناخد 2 معالق كاكاو مر، وغادي نضيف 2 معالق ديال القهوة سريعة الذوبان، فهمتوني؟ الكاكاو المر و 2 معالق ديال القهوة سريعة الذوبان. وبطبيعة الحال كنخلطوا هاد المكونات وكنضيفوا، غنضيفوا عليهم كذلك ضروري غادي نضيفوا نشا الذرة باش نحصلوا على صباغة على شكل كريمي. غادي ناخذ تقريبا ملعقة كبيرة ديال نشا الذرة صافي، وغادي نخلط مزيان باش ما يبقاوش لينا دوك الحبيبات. غادي نخلط مزيان صافي، ومن بعد غادي نديرهم على نار مهيله حتى وكان حصلوا على خليط كريمي، ومن بعد نكملوا باقي الوصفات البنات. انا هنايا غادي نجيب زلافه
باش هكا نحط فيها الخليط ديالي ونكملو باقي الإضافات ديال هاد الصباغة الطبيعية بطبيعة الحال. هاد الخليط هذا ضروري ضروري يا البنات غادي نضيفو له، غادي نضيفو نخليوه يبرد شوية البنات، نخليوه واحد 5 دقائق ولا هذا يدفى لينا الخليط. ومن بعد كنضيفو غادي نضيفو له الخل، غادي نضيف تقريبا ملعقة صغيرة، هنا غادي ندير 2 معالق صغار، غادي نضيف ملعقة، خصكم تضيفوا ملعقة كبيرة ديال خل التفاح البنات. إلا ما عندكش خل التفاح ممكن تضيفي واحد نص عصير ليمونة أو حامضة، كل واش كيسميها في البلدان. بطبيعة الحال غادي نضيفوا الحنة، الحنة البنات راها رائعة في تقوية الشعر والله العظيم البنات، واللي عندها القشرة كتخلص منها تماما. الخل الحنة راه كيخلصوك من القشرة، ولا اللي عندها ديك الاكزيما او الحكة الصدفية في شعرها في الفروة ديالها غادي تخلص منها تماما. غادي ناخذ فقط ملعقة كبيرة وغادي نخلط هاد المكونات هادو جيدا. بالنسبة لهاد الوصفة هادي الا بغيتو تسرعوها راه دائما كنقولها لكم، في الخليط ديال مع القهوه اللي درناه في الكاسرول المره الاولى ضيفوا السواك، الا عندكم السواك ضيفوه، ما عندكمش ماشي مشكل. هنايا الا بغيتوا تحصلوا على داك اللون البني اللي مايل للاكاجو ضيفوا واحد 4 معالق ديال العكر الفاسي، والله العظيم لا غيطلع لكم لون خرافي، لون واعر العكر الفاسي يا البنات. انا كنعطيكم وصفات اللي انا مجرباهم واللي كيعطيو نتيجه غزاله. هنايا غادي نخلط هاد المكونات هادو جيدا، وبطبيعه الحال من بعد غادي نخليو الخليط ديالنا غادي نخليوه 2 ساعة يتخمر. ضروري يا البنات هاد الخلطه هادي تخليوها 2 ساعة اولا ديروها بالليل وتا الغد ليه، وعاد نكملوا باقي المكونات وغنوريكم الطريقه باش هكا ما ي... يعني ما ي... ما ينشفش لكم شعركم. غادي نضيف صفار بيضه البنات، صفار البيض رائع في تقويه الشعر البنات، هو بروتين للشعر وكذلك هو كيراتين طبيعي، يعني غادي ينعم لينا الشعر ديالنا بطبيعه الحال. صفار البيض راه جد رائع، انا ما كنفضلش الزيوت، صفار البيض يوافق الشعر ديالي، اما الزيوت كيزيدو كيخليو الشعر ديالي دهني اكثر واكثر. صفار البيض ممتاز البنات، وتقدروا تضيفوا بيضه كامله، اللي عندها شعر دهني بحالي ضيفي بيضه كامله، ولكن البياض ديال البيض ما تتخلصي منه بصعوبه من الشعر ديالك، لذلك كندير غير صفار البيض. هنايا صفر البيض ما تتبقى لا ريحه لا والو، لان كاين القهوه، القهوه كتخلصك من الروائح الخايبه. صافي كنخلط هاد المكونات هادو جيدا، من بعد ما تخمر لي الخليط كنضيفو كيف قلت لكم صفر بيضه صافي، وتنطبقوه على شعر يكون نظيف، كنطبقوه على شعر نظيف وكنخليوه 8 ديال الساعات، ومن بعد كنغسلو شعرنا غير بالماء. والغد ليه كنعاودو الوصفه، ملي كنعاودو الوصفه كنخليوها كذلك 8 ديال الساعات وعاد كنغسلوها بالشامبوان، كيخرج لون واعر، كيخرج لون رائع. الا وصلتوا معايا حتى لهنا كبداتي ما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن التعاليق ديالكم الزوينه كيف العاده، والبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده وتزيد العائله ديالنا تكبر. في امان الله ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، باي باي.